الجزء بتاع الادفانسد سويتشنج. الجزء بتاع الادفانسد سويتشنج بنتكلم فيه على حاجه السبانج تري. تمام، نتكلم فيه على السبانج تري بروتوكول. هو اكيد في حد عندكم في عنده السرعه بتاع النت شويه قليله، مش عارف تقريبا كده حاجه كده. ممكن انا طيب تمام. طيب نتكلم على الادفانس سويتشنج بقى. اول حاجه عندنا حاجه اسمها السبانينج تري بروتوكول. بدانا نقابل اهو بقى في الكورس بتاعنا. هو اول ما سمستر 3 بيخلص الدنيا كلها خلاص بتخلص بقى. السبانينج تري بروتوكول ده بروتوكول مهم جدا للسويتشنج. يعني ايه مهم جدا للسويتشنج؟ احنا لما بنيجي نعمل ديزاين لاي شبكه بنعمل حاجه اسمها الهيريكال ديزاين، التصميم الشجري بتاع الشبكه. الهيريكال ديزاين ده بيبقى شغال ازاي؟ بيبقى عندنا سلايدز وسلايدز كده الاول بنعملهم، في كل دور بنرمي سويتش. تمام، يعني احنا عندنا في كل دور بنرمي ايه؟ بنرمي سويتش. دكتور محمود، في كل دور بنبني بنرمي سويتش. تمام، وبنسمي اللاير دي اكسس لاير سويتش. بنسمي دي اكسس لاير سويتش. وبعدين نيجي في كل مبنى ونجمع السويتشات اللي في كل دور على سويتش تاني، وممكن يكونوا على سويتشين علشان لو واحد وقع التاني شغال. وبنربط كده، بناخد كابلين اتنين او اكتر للسويتش التاني كده 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 كده، وده بنسميه الديستريبيوشن سويتش. بنيجي بعد كده في اللاير اللي بعد كده ويبقى عندنا كور سويتش. ده كور سويتش. ده بيبقى على مستوى السايت كله، على مستوى الموقع كله. يعني في جامعة سينا مثلا وهما بيعملوا الديزاين كنا جايبين اتنين كور سويتشز، وبربط هنا اهو بالكور سويتش اهو كده. زي كمان السويتشين دول انا ممكن اربطهم ببعض اهو. تمام، ده بيسموه الكور سويتش. اليوزر طبعا اجهزته بتبقى هنا اهو اهو اهو. ده ايه؟ ده اليوزر اهو. طب لو عايز اطلع بره الموقع لازم ان يكون في راوتر اهو اهو. بجيب كابل الفايبر اهوت او اللينك بقى بتاع شركه الاي اس بي اهو اللي بيوصلني للفرع التاني. ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه ايدج راوتر، اللي هو متوصل بالاي اس بي على طول. الفرع التاني بتاعي مرايه من ده، يعني برضو ببدا هناك من الكور وبعدين الديستريبيوشن وبعدين الاكسس وهكذا. بيبقوا على ثلاثة لاير، اكسس وديستريبيوشن وكور. يعني بيبقوا عندنا ايه؟ اكسس وديستريبيوشن وكور. بيبقوا عندنا برضو ثلاثة ايه؟ ثلاثة لاير عندنا. تمام؟ طيب في الشركات الكبيرة بيبقى كده. طب في الشركات الصغيرة انا ممكن اخد الاتنين لاير دول مع بعض كده وضمهم مع بعض كده، واعمل موديل جديد اسمه كولابسد. كولابسد يعني مضغوط. كور ديستريبيوشن، يعني بدل ما اجيب سويتشين، سويتش للديستريبيوشن وسويتش للكور، لا هجيب سويتش واحد واشغله كور وديستريبيوشن الاتنين مع بعض. فيبقى عندي ايه؟ فيبقى عندي طبقتين، واحده اكسس وواحده ديستريبيوشن وكور على بعضيها. وكمان احنا كل كابل
عايدينه كم مرة؟ مرتين أو أكتر، في ناس بتعيده أكتر من مرتين كمان. ليه؟ علشان الشبكة بتاعتي تكون افيلابل على طول، ما ينفعش تقع، فلو كابل وقع التاني شغال. السيستم بتاعي ده كمان بيضمن لي الفليكسابيليتي او المرونة، ان في اي وقت عايز ازود سويتش هتجيب سويتش اهو تزوده، شركة عندك اجرت كمان دور ولا حاجة وترمي اكسس وتوصل على طول، عارف انت هتوصل فين اهو. فبتلاقي الموضوع بيكبر عندك بشكل هرمي، زائد كمان المانجمنت بقى سهل، الإدارة بتاعتنا بقت سهلة. بس للأسف لما جم يعملوا الكلام ده حصل لهم شوية مشاكل. ايه المشاكل؟ قالك احنا والله بنعمل حاجة اسمها redundancy او redundancy. طب و redundancy دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ redundancy دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ طبعا هي حاجة حلوة، ان انا يكون عندي اكتر من مسار لنفس الشبكة ده حاجة كويسة. تصور كده ادا سويتش في دور ومتوصلين بسويتش اهوت، ماسك السويتشين دول، فانا بقوم عامل طريق كده. لو انت عندك سيرفر هنا والاجهزة بتاعتك هنا، فالاجهزة دي تقدر توصل للسيرفر بكم طريق؟ بطريقين، ده او ده. ده معنى كلمة redundancy، ان انت عامل لوب، يعني ان انت عندك اكتر من مسار بتوصل بيه للريسورسز بتاعتك. طب وانا بعمل كده ليه كراجل نتورك ادمن؟ بعمل كده علشان لو كابل وقع التاني يشتغل، لو مسار وقع التاني يشتغل. بس لما عملنا كده حصل لنا شوية مشاكل. ايه هي المشاكل بقى؟ انا بعمل redundancy علشان الافيلابيليتي، عشان الشبكة تكون متاحة على طول، تمام؟ ايه المشاكل اللي ظهرت لهم؟ هو كل سويتش بيبقى جواه جدول اسمه الماك تيبل، الماك ادرس تيبل، صح كده؟ او الكام. فالسويتش ده هيبقى جواه ماك ادرس تيبل، فيبقى ده البورت رقم واحد مثلا، ده البورت رقم اتنين، ده البورت رقم تلاتة، ده البورت رقم خمسة، ده البورت رقم عشرة، ده البورت رقم خمستاشر، ده البورت رقم سبعتاشر، ده البورت رقم اربعة. عند الماك ادرس تيبل الاولاني هيبقى فيه البورت والماك، السويتش التاني هيبقى فيه برضو البورت والماك، السويتش التالت هيبقى فيه برضو ايه؟ البورت والماك. زي ده احنا زهقنا يا عم من الكلام ده. اه ماشي. تصور لو الجهاز ايه ده بيبعت، لو الجهاز ايه دوت بيبعت معلومة برودكاست، بيدور على ماك، بيعمل اي حاجة، بيبعت معلومة برودكاست وخلاص، تمام؟ ها، فالايه اهو كسورس هيبعت معلومة برودكاست على 12 اف اهو، فالمعلومة هتوصل من الجهاز ايه تروح للبورت بتاع السويتش. انت جاي منين يا ابني؟ جاي من البورت 1. الماك اللي انت جاي منه اسمه ايه؟ طب رايح لمين؟ ده انا رايح برودكاست والله. اطلع نسخة كده واطلع نسخة كده، يروح للبورت ده. انت جاي منين يا ابني؟ جاي من انهي سورس؟ البورت رقمه 5. طب السورس ماك فيه كام؟ طب رايح لمين؟ ده انا رايح برودكاست والله. اطلع كده، نفس الفريم جاي اهو من البورت ده. انت جاي منين يا ابني؟ جاي من البورت 17. جاي من ماك طب رايح فين؟ رايح برودكاست. اطلع كده، خد بالك نفس الفريم جاي من فوق اهو، مكتوب في ايه؟ انت جاي منين يا ابني؟ جاي من البورت رقم 15. جاي من البورت نفس الفريم طالع للتاني اهو فوق اهو، انت جاي منين يا ابني؟ جاي من البورت من الماك على بورت 10. طب رايح فين؟ برودكاست. روح يا عم. يا نهار ابيض، انت جاي مين يا ابني؟ جاي من البورت 2. جاي من الماك دوخيني بقى يا لمونة، اعمل برودكاست تاني، برودكاست تالت، برودكاست رابع، برودكاست خامس. هيحصل لك في الشبكة دي حاجة اسمها برودكاست ستورم، والبرودكاست ستورم دي حاجة وحشة مش كويسة. كل ما سويتش يجيله باكت هيكريت منه عدد نسخ على قد البورتات بتاعته ويبعتها ما عدا البورت اللي بيسمع منه الباكت.
يعني السويتش ده الماك ده لما الفريم ده لما يوصل له هيبعته للجهاز ده والجهاز ده، ومحدش هيوقف البرودكاست فريمز دي، محدش هيقدر يوقف العاصفه من البرودكاست دي. ليه؟ لان اللي يقدر يوقف البرودكاست الراوتر، ومفيش عندك هنا راوتر، والسويتش ما بيقدرش يبص على التي تي ال فيلد اللي موجود جوه الباكت، جوه الهيدر بتاع مين؟ جوه الهيدر بتاع الباكت، تمام؟ جوه ايه؟ جوه الهيدر بتاع الباكت. فمش هيقدر ايه؟ مش هيقدر يوصل لاي حاجه، تمام؟ فدي اول مشكله. فشويه الشبكه بتاعتك هيبقى عليها كميه من الفريمز رهيبه اللي هتضطر ان هي تعمل هالتد للشبكه، توقف الشبكه. طب ده في حاله البرودكاست. زائد كمان حاجه، انا عندي دلوقتي السويتش ده جواه جدول، طب الايه لو انا عايز اوصل له، هوصل له من على البورت 17 ولا البورت 15؟ فعملت مشكله تانية اسمها انكونسيستنت الماك ادرس تيبل. يبقى اول مشكله البرودكاست ستور، تاني مشكله انكونسيستنس الماك ادرس تيبل، تمام؟ يبقى اول مشكله البرودكاست ستورم، تاني مشكله انكونسيستنس ماك ادرس تيبل. طب تالت مشكله، تصور بقى لو ايه بيبعت معلومه لبي، يعني يونيكاست ده الايه بيبعت لمعلومه لبي، فالمعلومه هتطلع من الايه تروح للبورت، جاي منين يا ابني؟ جاي من البورت الاولاني، جاي من على اني ماك ايه. طب انا رايح لمين؟ رايح لمين؟ رايح لبي. انا عندي حد هنا اسمه بي؟ لا. طب انت بتبعت من هنا وابعت من هنا، يجي على هنا، انت جاي من يا ابني؟ جاي من البورت الاولاني، جاي من البورت 17، جاي من الماك اللي اسمه ايه؟ ايه اهو. طب رايح فين؟ رايح للبي. انا اعرف حد اسمه بي؟ ما عنديش حد في الجدول اسمه بي، طلع برودكاست. الراجل ده انت جاي منين يا ابني؟ جاي من الايه والله اهو، على البورت كام؟ 5. طب رايح لمين؟ رايح للبي، بس انا ما اعرفش بي، يروح يجي هنا، انت جاي منين يا ابني؟ جاي من البورت ايه؟ من ماك ايه؟ جاي من على بورت، بورت 15، رايح لمين؟ رايح للبي، روح. والفريم اللي جاي ده الاخر السويتش هيبعته، روح. فالبي هيوصله كام نسخه من الفريم؟ على الاقل 2 كابس، فيحصل دبليكيت للفريم. يعني لو انا ببعت برودكاست الديستنيشن هيوصل له اكتر من نسخه من الفريم، هيوصل له 2 كابس من الفريم. دي المشاكل بتاعه الريدندنسي. طب انا عاملها ليه؟ عاملها علشان الشبكه تكون افيلابل يا عم والله. اصل انا لو سبت طريق واحد خلاص، لو الطريق اللي فوق ده وقع مش الدنيا مش هتشتغل. فانا عامل عشان النتورك لو حصل لها فيلير السيرفيس اللي بقدمها ما توقفش. ما ينفعش الراجل يروح يسحب فلوس من المكنه يقول لك الشبكه واقعه. شبكه مين اللي واقعه يا عم؟ وانا مالي الشبكه واقعه ولا 62 نيل؟ الكهرباء فاصله. طب وانا مالي برضو؟ انت بتقدم لي خدمه 24 ساعه في 7 ايام، انا مالي برضو؟ فاهميني قصدي ايه؟ فلازم الريدندنسي. طب الحل؟ مفيش حل، لازم نحط ريدندنسي. طب لو حطينا ريدندنسي هيظهر لنا ثلاث مشاكل. طب الحل ايه؟ فكروا في حل. احنا طبعا لو فكرنا في حل هنجيب عامل المزلقان يمسك كابل منهم يفصله ويقعد ايه منتظر لما الكابل الثاني يقع يوصله، تمام؟ انما هو الحل عامل المزلقان بقى عندنا هنا اللي بيشتغل اوتوماتيك، عندنا حاجه اسمها السبانج تري بروتوكول اهو. بيعمل ايه؟ بيجي عند كابل منهم، عند بورت منهم، ويقفله ويفضل قافل طالما في مسار شغال. البورت اللي عامل لوب ده يقفل، اول ما المسار اللي فوق يحصل فيه مشكله المسار اللي مقفول ده يشتغل. هو ده السبانينج تري بروتوكول، سبانينج تري بروتوكول. فده البروتوكول ده يا جماعه معمول مش بس في سيسكو، لا ده البروتوكول ده معمول علشان يقطع اي لوب ممكن تحصل في اي حته، بيحول اي دايره لتري، بيحول اي دايره لتري لشجره. الشجره انت لو بصيت كده هتلاقي لها جذع واحد، والورقه يعني كل فرع له مسار واحد، هو ده التري، تمام؟ لو عندكم اي اسئله في الكلام اللي فات ده ممكن نشوفه مع بعض. لا ما فيش، انا بشرح الاسبانينج. تمام تمام.
ها حد عنده اي استفسار؟ لا ما في. تمام تمام طيب نكمل. ها ايه بقى السبانينج تري؟ يعني ايه السبانينج تري بروتوكول؟ لو انت بصيت كده معايا، عملت باك تريسر اهو وجيت بصيت، تمام بس الدنيا بطيئة عندي مش عارف ليه. ايه يا عم مش درجة باك تريسر يعني. شغال تمام. ادا السويتش اهو. هو الدنيا عندكم بطيئة ولا شغال؟ حلو شغال تمام. تمام طيب اهو ادا السويتشات اهوت الحمد لله، ودا الكابل الكروس اهوت ما بين السويتشات وبعضيها عالجيجا اهو اهو. هاجي بس اخش على البورتس ديت واعمل لها ايه اهوت، اقوله انيبل كونف تي انترفيس رينج جيجا 0 على 1 داش 2 سويتش بورت مود ترانك. الدنيا نورت اهي، وهنا برضو CLI اهو انيبل كونف تي انترفيس رينج جيجا 0 على 1 داش 2 سويتش بورت مود A ترانك. حلو الكلام. وهنا برضو اهو CLI انيبل كونف تي انترفيس رينج جيجا 0 على 1 داش 2 سويتش بورت مود A مود ترانك. تمام اهو. فالدنيا بدأت ايه تنور. لو قعدنا لحد بكرة اللمبة دي مش هتنور. تنور امتى؟ لو مسار من المسارات دول وقع، يعني لو مسار من دول وقع هتلاقي اللمبة دي بتنور اهي. طب لو المسار رجع تاني اللمبة دي هتضل اهو. انتوا شايفين ان في عفريت هنا صح كده؟ في عفريت هنا، هو ده اللي احنا جايين نشرحه النهاردة، وده بيحصل على البورت ترانك ما بين السويتشات وبعضيها.
وبيبقى شغال باي ديفولت على كل البورت سواء كانت اكسس او ترانك، بس هو المفروض تكتبه بس على الترانك. انما كمان هو ما بيعرفش يحدد مين الترانك ومين الاكسس، فبيشتغل باي ديفولت على كل البورتات. طيب هو ازاي بيختار البورت ده بناء على ايه؟ تعال بقى نشوف. السبانينج تري، السبانينج تري بروتوكول اوبريشن. ايه بقى الاوبريشن بتاع السبانينج تري؟ تعال كده نشوف مع بعض. تمام، اول حاجه سيلكت الروت بريدج، تاني حاجه سيلكت الروت بورد، تالت حاجه سيلكت الديزاينيتد، رابع حاجه select النون designated board. تمام كده، اربع ايه، اربع خطوات عندنا: select root bridge، select root board، select designated board، select النون designated board. تمام معاك يا هندسة. تمام يا شباب، معاك يا دكتور. لا معايا تمام. ابو مريم الدنيا عندك بطيئه ولا الدنيا تمام؟ لا معايا تمام. تمام طيب خلاص، انا حاسس ان عندي بطيئه كده مش عارف ليه. سيلكت الروب بورد اهو، سيلكت الروب بورد. هسيلكت الروب بورد ازاي بقى؟ يعني احنا كسويتشات بنسيلكت الروب بورد ازاي؟ كل سويتش بيبقى له ايه، حاجه اسمها بريوريتي وحاجه اسمها ماك. البريورتي ده رقم كونفيجرابل. يعني ايه كونفيجرابل؟ يعني انت ممكن تغير فيه براحتك. يبقى كل، يا جماعه كل سويتش بيبقى له رقمين اتنين، حاجه اسمها بريورتي وحاجه اسمها ماك. البريورتي ده رقم كونفيجرابل، يعني ممكن اغير فيه براحتي. طب والماك؟ لا الماك ما اقدرش اغير فيه. يبقى سويتش له حاجه اسمها بريورتي وحاجه اسمها ماك. لا الاسمين، البريورتي ده حاجه كونفيجرابل اقدر اغير فيها براحتي. الماك لا الاسمين، الماك لا ما اقدرش اغير فيه على حسب عدد البركات. سويتش له كام ماك؟ حد شاطر يقول لي ليه؟ على حسب عدد البركات. كل بورت من بورتات السويتش له ماك، لان البورتات بتاعته كلها ايثرنت. بس هو لما بيجي يتعامل مع الاجهزه اللي جنبه والسويتشات اللي جنبه بيتعامل بماك اسمه البيز ماك، ماك واحد بس ليه. يعني سويتش بقى ماك واحد بس هو اللي بيتعامل بيه مع بقية الاجهزة. طب فرض، طيب فرضا انا قسمت السويتش ده في كذا فيلان، فرضا انا قسمت السويتش ده في كذا فيلان، ما انا عشان كده بقول السويتش بتاعنا بيبقى له ماك وحيد موجود جوه الروم اسمه البيز ماك، هو اللي بيتعامل بيه مع كل السويتشات اللي جنبه. يعني مش ماك بتاع بورت معين. تمام فهمني؟ تمام. تمام طيب، السويتشات بتبعت مع بعض بينها وبين بعضها رساله اسمها بي بي ديو، او اختصار كلمه بريدج بروتوكول داتا يونت. زي بالظبط لما يكون احنا كلنا بنتخانق مع بعضنا احنا الثلاثه وبقول لكم انا الرئيس. تمام، طب ومريم قال لا انا الرئيس، محمود قال لا انا الرئيس، طب وبعدين هنعمل ايه؟ قلت لكم خلاص كل واحد يطلع البطاقه بتاعته ونشوف. الاقل رقم من الشمال يبقى هو الرئيس. هو ده اللي بيحصل بالظبط. كل سويتش بيجهز رساله اسمها بي بي ديو، بتنبعت كل 2 سكند. الرساله دي بيبقى فيها معلومتين اتنين،
الرساله دي فيها معلومتين اتنين. المعلومه الاولانيه الروت اي دي، مين الرئيس. الرساله الثانيه البريدج اي دي. يبقى الرساله الاولانيه الروت اي دي، الرساله الثانيه البريدج اي دي. الروت اي دي دوت مقسوم حتتين، حته بريوريتي وحته ماك. البريدج اي دي بيبقى مقسوم حتتين، حته بريوريتي. البريوريتي بيبقى رقم من الزيرو لحد 65536، هو كونفيجر باي ديفولت على قيمة 32768، ده الديفولت بتاعنا. واتفقنا مرة قبل كده لما يجيلك كلمة بريورتي في السويتشنج يبقى الأصغر هو الأحسن، لما يجيلك في الراوتر كلمة بريورتي الأكبر هو الأحسن. تمام؟ فكل واحد في الأول لما بيعمل الرسالة بتاعته بيقول أنا الرئيس، فبيحط المعلومات بتاعت البريدج اي دي مكان المعلومات بتاعت الروت اي دي. يعني كل واحد في الأول بيقول أنا الرئيس، فكل واحد بيحط المعلومات بتاع البريدج اي دي مكان المعلومات بتاعت الروت اي دي. يعني كلمة بريدج هندسة معناها سويتش كده؟ بريدج الاسم العلمي بتاع السويتش بريدج. تمام. وكان زمان في جهاز عندنا اسمه بريدج، كان جهاز ديفايس اوريدي غير السويتش، كان اسمه بريدج بس كان تو بورت، بس كان بورتين بس. حد شاطر يقول لي البريدج بتاع زمان ده كان بيستخدموه في ايه وليه كان بورتين بس؟ اكيد عشان يوصل جهاز بجهاز، ريبيت بيعمل ريبيت لل او ريبيت للاشاره. لا كان عندنا كروت غير الايثرنت اللي بنستخدمها دلوقتي، كنا بنوصل بيها كابلات كوأكسيال كيبل، اسمها كروت توكن رينج. فلما كان بيبقى عندك شبكه ايثرنت وشبكه توكن رينج وعايز توصلهم ببعض كنت تجيب بريدج. وعلشان التوكن رينج ده ما عادش موجود فالجهاز البريدج ده ما عادش موجود، وكمنه كان لير 2 ديفايس طلع مكانه سويتش، بس السويتش بنقول عليه مالتي بورت بريدج لانه في اكتر من بورت. مش البريدج، البريدج ده موجود برضه، البريدج ده موجود في بعض التوفرات التقنيه دي فيها البريدج. من قال كده؟ من قال كده؟ انا شفت كده. لو في عنده معلومه زي دي يقولها لي، انا ما شفتهاش. انا اعرف البريدج القديم، البريدج يبقى اللي انت قصدك عليه. مش عارف، انا شفت في الرابطة حاجة اسمها بريدج ولا لا. نشوفها مع بعض بقى، نبقى نشوفها مع بعض. تمام، ممكن بس استأذنكم ثواني بعد اذنكم. تمام. طيب نشوف كده مع بعض، نشوف كده. في عندنا لو حاجة الروت اي دي، ايه البريو ايه الروت. احنا اتفقنا بريو وماك لحد 5562 ماك، لو صور وده الماك بتاعه هو، وبعدين نفس المعلومه وبعدين نبدل اقل بريو. طب يبقى بريو بقى غير بيسموه بريدج ده الاقل. طب يبقى الاقل هنلاقي ايه اهو مان ده دلوقتي هيبعت من الايه عم تطلع كده 68. طب ايه الاخبار؟ هبعت لما يوم ماسي 8 كلام فيديو علشان كده تقول له وريشن يا عم شوف الكونت اطلع من عند والله دلوقتي اهو اهو اللي هي دي جتري اهو بتطلع اهو اهو تمام. انا ممكن توتشات طبعا، ده احنا وقت زمان تمام. لو فاهم صح اعمل ما انت عايز، ما انتش خليه شغال. الاوبتمايزيشن للسيسن الاوبتمايزيشن بتاعته موجود تمام، بس احنا هنعمل بتغير بقى الكونفجريشن بس مين بتس ومين وضع وشبكه ده نفس الوحده ده الكون تمام. نفس كده شركه ايام كده لان عندنا شبكه كده، في عندنا تعامل الحاجات دي في الديزاين بطريقه خلت ترسرع
لازم انت بتاع الاسبان تمام سواء سيس انك او بي خلاص انا كوماند اه بس مين بقى لا لا توبولوجي واحد. طب انا ممكن اغير في السويتشات بتاعك بتاعك بقى خلاص انا اخترت بقى ده الري كل ما اختار ريس شوف انا يسرع اتصل بين مين الريس هنا انا عندي هنا الري السويتشات طال نفس ريس يقول لك والله خارج من خارج من ضبط الوقت طيب لو افترضنا والله لو طب لو انا بعته من هنا طب انا ماشي كده اهو طاش اللي بدر حلو اي دي يعني واحد ترجي زي دي ضرب و19 ان ده زي لو قوس ال دكتور الروت لو تساوي Mm-hmm.